رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى: واحدث من المقصور في جميع على خد المثنى ما به تكمل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: واحذف من المقصور في جمع على حد المثنى ما به تكمل، والفتح أبقي مشعرا بما حذف، وإن جمعته بتاء وألف فالألف أقلب قلبها في التثنية، وتاء لتألزمن تنحية، والسالم العين الثلاث اسما أنل، اتبع عين فاءه بما شكل، ساكن العين مؤنثا بدا، مختتما بالتاء أو مجردا، وسكن التالية غير الفتح أو خففوا بالفتح فكلا قد رووا، ومنعوا اتباع نحو ذروة وزبية وشذ كسر الجروة، ونادر أو يطرى غير ما قدمته. لا تخاف الرجال ما بيرطن يتكلم عربي أسهل جدا. قال سبحانه: إذا أردت أن تجمع الاسم المقصور جمع على حد المثنى، إيش هو الجمع على حد المثنى؟ جمع المذكر السالم. المؤمنون يقال في جمع على حد المثنى، المسلمون على حد المثنى، القانتون ليش سموه على حد المثنى؟ يشبه المثنى من ثلاثة أجوه، كل منهما معرب بحرفين. المثنى تقول جاء رجلان، والجمع تقول جاء المؤمنون. المثنى معرب بحرفين وهي الألف والنون، وهي معرب بحرفين الواو والنون، كل منهما مختوم بنون زائدة تحذف للإضافة. تقول مساعدون تقول مساعد زيد، وتقول رجلان تقول غلامان تقول غلاما زيد، كل منهما تسلم في صورة المفرد. هذا مهم جدا. تقول في مسلم في التثنية مسلمان، وفي الجمع مسلمون. إذا سموه جمع على حد المثنى خاص بالجمع المذكر السالم، لا جمع التأنيث السالم ولا جمع التكسير. إذن إذا أردت أن تجمع المقصور كالمصطفى والعصا والفتاة والمستشفى، أردت أن تجمع جمع كسالم تحذف من الألف حتى لا يلتقي ساكنة، تقول في الأعلى. إذا جمعت مذكر سالم تقول الأعلون، حذفت الألف وأبقيت الفتحة قبلها دليلا عليها. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم تعلمون أن كنتم مؤمنين. قال عز وجل: وإنهم عندنا لمن المصطفين لخير. الله لمن المصطفين هذا مجرور. والفتحة أبقي مشعرا بما حذف. انتهى. ترك المؤلف رحمه الله تعالى الممدود. كيف يجمع؟ يجمع كما يثنى. تقول في صحراء بالتثنية صحراوان، وإن جمعتها جمع كثيرة تقول صحراون. وتقول في قفاء، سميت ولد قفاء وقفاء وقفاء، تقول قفاءون كما تقول قفاءات بالتثنية. وتقول في علباء علباؤون أو علباؤون كما تقول علباءان أو علباوان. وتقول في كساء كساؤون أو كساؤون كما تقول كساءان أو كساؤان. تركه رحمه الله، ترك رحمه الله المنقوص كالقاضي والداعي، لم يبين كيف تجمع جملة كسالم. إذا جمعته حذفت الياء والكسرة التي قبلها، تقول في القاضي تقول جاء القاضون، وفي النصب والجر رأيت القاضين ما تبقى. قال: واحذف من المقصور في جمع على حد المثنى ما به تكمل وألف، والفتحة أبقي مشعرا بما حذف، وإن جمعته بتاء وألف فالألف أقلب قلبها في التثنية، فتقول في فتى فتيات، وتقول في عصا الذي أبوها جمع تقول عصوات كما تقول عصوان، وتقول في منى الذي يزن به تقول منوات كما تقول منوان، وتقول في رحى رحى كان يطحنون على رحى تقول فيها رحيان، وتقول رحيات. نقول: وإن جمعته بتاء وألف فالألف أقلب قلبها بالتثنية، وتاء لتأزمن تنحية. إذا كان مقصوا بتاء احذف التاء حتى لا تجمع عين الاسم بين علامتي تنين، لا يجوز. تقول في فاطمة لو جمعتها لا تقول فاطمتات، تحذف التاء وتقول فاطمة الاسم لا يجمع بين علامتي تنين. كذلك ولا تقول في قناة قنوات، وفي فتاة فتيات ما نقيم، وتاء لتألزمن تنحي يقرأ، والسالم من العين الثلاث. هذا فصل جديد. يقول رحمه الله: هناك جمع بألف وتاء تتبع فيه العين للفاء، فتقول في ركعة فاء الكلمة الراء وعين الكلمة الكاف، تقول ركعة الكاف كانت ساكنة، إذا جمعت تقول ركعات. سجدة فاء الكلمة السين وعين الكلمة الجيم، تقول سجدات. وتقول في غرفة فاء الكلمة الغين
وعين الكلمة راء تقول غرفات سدرة، فاء الكلمة السين، وعين الكلمة الدال تقول سيدرات. أنا أقول والسالم العين الثلاثي اسمان أن مش خمسة شروط، أن يكون ثلاثيا أقول، وأن يكون سليم العين، عين غير معتلة، فإن كان العين معتلة لا إتباع كقولك حجة حجات حجة حجات حجة حجات، هذا غير سالم، هذا مدغم. وكذا تقول لتارة تقول تارات، دولة تقول دولات، ديمة المطر ديمة تقول ديمات، لا إتباع فيه لأن العين معتلة. وكذلك تقول في جوزة تقول جوزات، وتقول في بيضة بيضات، لا إتباع لأن العين معتلة. واو يا أولي فرحش واضح. الثاني لابد أن يكون ثلاثي، لا إتباع في نحو الفستق، امرأة سميتها بفستق تقول فستقات، امرأة سميتها بخرنق علم على شاعر عربي خرنق تقول خرنقات. وكذلك جعفر سميتها امرأة جعفر، لا شيء، جعفر مع النار، جعفر تقول جعفرات، هذا غير ثلاثي. أنا أقول والسالم العين الثلاثي اسما، لا بد يكون اسما، إذا كان صفة لا إتباع، تقول في ضخمة ضخمات، وتقول في جلفة جلفات، وتقول في حلوة حلوات، هذا صفة ما في إتباع. اسمان إتباع عين ساكن العين، إذا كانت العين محركة لا إتباع، نحو سمورة وشجرة ونبقة، العين محركة. إنسان مؤنثا لازم يكون مؤنث، إذا كان بكر بكر أو عمر لا يجمع هذا الجر، مختتما بالتاء مثل ركعة أو سجدة أو سدرة أو مجرد من التاء كهند ودعد وجمل، تقول هندات هند إنه كانت ساكنة، إذا جاء تقول هندات ودعد، العين كانت ساكنة تقول دعدات وجمل علم على المرأة تقول جملة. أنا أقول مختتما بالتاء أو مجردة، وسكن التالية غير الفتح، التالية غير الفتح أنا تالي الضم أو الكسر لك في ثلاثة أجوبة، لك التسكين تقول في غرفة غرفات، وخطوة خطوات، وفي القراءة يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان قراءة المدينة، وحفص يقول خطوات بالإتباع لا شيء فيها، إذا لك أن تقول خطوة وخطوات وخطوات، وتقول في سدرة سيدرات وسدرات وسدرات، وسكن التالية غير الفتح سكنه غرفة غرفة، أو خففه بالفتح في ثلاثة وجه تقول غرفات وغرفات وغرفات، سدرة سدرات سدرات سدرات، فكلا قدروا ومنعوا إتباع نحو يروى يروى يروى، لا يجب الإتباع لأنك في هذه الحالة تأتيك يا كسرة بعد واو، والعرب يكرهون الانتقال من كسرة إلى ضمة، والواو تساوي ضمتين، كأنك انتقلت من كسرة إلى ضمتين أبوي، وإنت نحو تقول ذي رواد صعبة، وزبية زبية الحفرة التي زبية الزبية الحفرة التي يقع فيها الأسد، تضع العرب تضعوا له ولا شيء حتى يقع يسموها زبية زبية، كذلك لا يجب الإتباع، إذا أتبعته تأتيك ضمة بعدها ياء، والعرب يكرهون الانتقال من ضمة إلى كسرة، ما بالك من ضمة إلى ياء، والياء تساوي كسرتين، أقول تقول زبيات لا تقول زوبيات، ثم قال لك والشذوذ العربية لا بد منه، ومنع أتباع نحو ذروة وزبية وشذوذ كسرة وجروة، قالوا جريوات جروة الصغيرة من الكلاب قال رحمه الله ونادر أو ذو اضطرار غير ما قدمته أو لأناس انتمى، ونادر قليل جدا غير هذا، قرأ بعض العرب قال ثلاث عورات لكم، هذين يتبعون في المعتل يقولون جوازات وعورات وبيضات، قال الشاعر أخو بيضات رائح متأوب، وهي ضرورة شعرية، وحملت سفرات الضحى فأطقتها ومالي بسفرات العشية داري، كذلك قالوا في عير عيرات، والقياس لا إتباع لأن العين معتلة يا أنا أقول ونادر أو لطراء غير ما قدمته أو لأناس انتهى انتهى الباب هذا، تحب تأخذ زيادة؟ نعم يلا صححوا النص، هذه جموع التكسير بسم الله الرحمن الرحيم، خذوا قلم وصححوا، ها يقال صحراوات صحراوات، إذا جمعتها الألف الألف التنوين الممدودة إذا ثنيتها تغلبها واو، تقول في صحراء صحراوان وفي صحراوات أوي، وإذا كانت صحيحة في المفرد مثل قراء رجل قراء معناه ناسك
مطوع بلغتنا، تقول قراء وقراءون، وتقول في حناء إذا جمعت تقول حناء حناءون حناءات فيها تفصيل. خذ واحد، كل واحد يأخذ قلم وبسم الله الرحمن الرحيم، وإن أخطأت لا شيء علي، رجعوني لا شيء فيه. يقول في دقيقة دقة شوي سهرة، قال رحمه الله بطوع خلاص تعدينا. قال رحمه الله: أفعلة أفعل ثم فعلة، ثم أفعل جموع قلة، وبعض لي بكثرة وضعي بي كأرجل، والعكس جاء كالصبي، لفعل اسم صح عين نفعل، وللرباع اسم نيضا يجعل، إن كان كالعناق والذراع في مد وتان ثم وعد الأحرف، وغير ما أفعل فيه مطلد من الثلاث اسما بأفعل يرد، وغالبا أغناهم فعلان بفعل كقولهم سردان، في اسم مذكر الرباعي بمد ثالث نفعلة عنه مطلد، والزمه في فعال أو فعال، وصاحب تضعيف أو إعلال، فعل لنحو أحمر وحمرة، وفعلة جمعا بنقل يدرى، وفعل لاسم رباعي بمد قزيل قبل لام إعلالا فقد، ما لم يضاعف في الأعم من ذلك، وفعل جمعا لفعلة عرف، ونحو كبرى ولفعلة فعل، وقد يجيء جمعه على فعل، فنحو رام من اضطراد فعل، وشاع نحو كامل وكمل، فعلى لوصف كقتيل وزمن، وهالك وميت بهقم، لفعل اسم صح لا من فعله، والوضع في فعل وفعل قلله، وفعل لفاعل وفاعله، وصفين نحو عادل وعادله، ومثله الفعال فيما ذكر، وذلك في المعل لا من نذر، فعل وفعلة فعال لهما، وقل فيما عينه اليمنهما، وفعل ايضا له فعال ما لم يكن في لام اعتلال، او يكون مضعفا ومثل فعل، يتاو فعل مع فعل مقبل، وفي فاعل وصف فاعل ورد، كذاك في انثاه ايضا اضطرد، وشاع في وصف على فعلانا أو أنثيه وعلى فعلانة، ومثله فعلانة والزم في نحو طويل وطويلة تنتفي، وبفعول فاعل نحو كبد، يخص غالبا كذاك يطلب بفعل اسم مطلقا فهو فعل له، وللفعال فعلا حصل، وشاع في حتم وقاع معما ضاهما وقل في غيرهما، وفعل اسما وفعيلا وفعل غير معل العين فعلا شمل، ولكريم وبخيل فعلا كذلك ما ضهاهما قد جعل، ونابع عنه أفعلاء في المعد دام ومضعفا وغير ذاك قل، فوعل لفعل وفعل وفعل مع نحو كائل وحائض وصائل وفاعل، وشذ في الفارس مع مماثلة، وبفعائل اجمعا فعالة، وشبه لتائل مزالة، وبفعال والفعال جمع، صحراء والعذراء والقيس اتبع، ودع الفعال يد غير ذي نسب جديد كالكرسي تتبع العرب، وبفعال لو شبه ينطق في جمع ما فوق الثلاثة ارتقى، غير ما مضى ومن خماس جريد الاخر بالقياس، والرابع الشبيه بالمزيد قد يحذف دون ما به تم العدد، وزائد العدد الرباع يحذفهما لم يكن لين نثره الا الختمه، والسين والتاميك مستدعين يزد الذي بين الجمع بقاهما مخل، والميم اولى من سواه بالبقى، والهمز والياء مثله ان سبق، والياء للوا وحذف ان جمعتما كحي زبون فهو حكم الحتمة، وخيروا في زائد سرندا وكل ما ظهر كلا انه انتهى. الله اكبر. السلام عليكم. هذا أطول باب في الألفية، 42 بيتا جمع التكسير. جمع التكسير ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين بزيادة ظاهرة أو مقدرة بصيغة تغيير لواحده لفظا أو تقديرا، رجل قلنا رجال تغيير ظاهر، أسد قلنا أسد، قنو قلنا قنوان. أحيانا يكون التغيير مقدرا، أسماء استعملت العرب بلفظ واحد للمفرد والجمع، فلك تقول في ميناء جدة فلك واحدة، في ميناء جدة فلك كثيرة، أسماء قليلة، فلك ودلاص وعفتان وهجان وكناز وإمام، واجعلنا للمتقين إماما، لم يقل أئمة إماما، تستعمل بلفظ واحد للجميع. هذا هو التغيير، يكون إما بزيادة، صور التغيير ستة، إما بزيادة قنو قنوان، قنو ثلاثة قنوان جمع، أو بنقص نحو تخمة وتخم، تخمة 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 وتخم، وتهمة وتهم، تهمة أربعة تهم ثلاثة، وإما بتغيير شكل فقط، سقف وسقف،
سقف ثلاثة، سقف ثلاثة لكن تغير الشكل، وإما بزيادة وتغيير الشكل كرجل ورجال، وإما بنقص وتغيير الشكل كسرير وسرر وقضيب وقضب، وإما بزيادة ونقص وتغيير الشكل كغلام وغلماء. بدأ جموع التكسير العربية كلها 27، كل جموع التكسير الصياغة العربية 27، منها أربعة تدل على القلة، والقلة 10 فأقل، والكثرة ما فوق 10 إلى ما لا نهاية، وجموع القلة كلها 4 والكثرة 23. بدأ بماك رحمه الله قال أفعلة كأرغفة، أفعل كأفنس، ثم فعلة كصبية، ثم أفعال كأطفال، جموع قلة. أحيانا جمع المذكر السالم والمؤنث السالم في اللغة العربية من قبيل جموع القلة، إذا قلت جاء طالبون معناها أقل من 10، وإذا قلت جاء الطالبات أقل من 10، إلا إذا اختار بأل الدالة على الاستغراق أو أضيف إلى كثرة. جمعهما حسان بن ثابت شاعر النبي صلى الله عليه وسلم في بيت واحد قال لنا الجفنات الغر يلمعنا في الضحى وأسيافنا يقطرنا من نجدة دماء. مو معقول يستغفر الرجل 10 أسياف، سيافنا هو جقلة لكن كذا، وكذلك الجفنات لا يعقل أن يستقر بعشر جفنات. هذا هو. ثم قال رحمه الله وبعض ذي بكثرة وضعية في بعض جموع القلة تأتي الكثرة، اسم من الأسماء لم تضع له العرب ما يدل على الكثرة، ماذا نعمل؟ مثل رجل، رجل يقول في أرجل، عندي 100 من الغنم أرجلها بيض، 100 من الغنم أرجلها 400، أقول تقول أرجلها بيض لم نجد لها شيء. وعكسه مثل فؤاد تقول فيها أفيدة، فؤاد وأفيدة، وقلب لم يضعوا له جمع قلة تقول قلب، تقول قلوب. وكذلك والمطلقات يتربص بأنفسهن ثلاثة، تقول هي ثلاثة فقط، قال قلوب جمع كثرة. وبعض ذي بكثرة وضعية فيه كأرجلي، والعكس جاء كالصفي، تستخدم لفظ القلة، تستخدم لفظ الكثرة ليدل على القلة. مثل رقبة تقول فيها رقاب، تقول ثلاث رقاب هي قليلة، رقاب في عاد جمع كثرة. جاء كالصفي، صفي جمع صفاة، جمعه على صفي، فعول، فعول من جموع الكثرة كأسد وأسود وذكر وذكور. بدأ رحمه الله طريقة ابن مالك أن يضع الصيغة ثم يقول يجمع عليها كذا وكذا وكذا. قال انتهى الوقت، انتهى الوقت مع السلامة. جزاك الله خير.